أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وبدل وعظم وأنعم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم حفظنا كتابك وسنة نبيك وشرعك، واجعلنا من العالمين والعاملين بهم يا رب العالمين. اللهم حفظنا فإنا لا نحفظ، وعلمنا فإنا لا نعلم، وفقهنا فإنا لا نفقه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا نقرأ في مبحث معلقات البخاري وما هو بصيغة الجزم، أن البخاري يقول لك أنا سلمت لك بصحة الإسناد إلى المنسوب إليه، إلى ما انتهى إليه القول يعني، أما بقية الإسناد فعلى البحث، وهو بصيغتين، أما صيغة الجزم أو صيغة التمريض. أما صيغة التمريض فيقول هذا ليس على شرطي، وقد يكون على شرط غيره صحيح أو حسن. قال الإمام ابن حجر: فهذا حكم جميع ما في الكتاب من التعاليق المرفوعة بصيغتي الجزم والتمريض، وهاتان الصيغتان قد نقل النووي اتفاق محقق المحدثين وغيرهم على اعتبارهما، إن دي قاعدة عند المحدثين لمن هو محدث وبيروي الحديث بالإسناد فبيتحرى ذلك. وقد نقل النووي اتفاق محقق المحدثين وغيرهم على اعتبارهما، اعتبار الصيغتين الجزم أو التمريض، وأنه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف لأنها صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه. ما ينفعش أنه الجزم بشيء ضعيف، يكون الحديث ضعيف وهو يروي صيغة جزم، ماشي، يقول فيه قال ذكر، ها، لأنها صيغة تقتضي صحته اللي هي صيغة الجزم، وأنه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف. الجزم يعني روايته بصيغة جزم، خلاص، اللي هي صيغة قلنا المبني للمعلوم، بشيء ضعيف لأنها صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح، اللي هي صيغة الجزم. قال: وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم، واشتد إنكار البيهقي على من خالف ذلك، وهو تساهل قبيح جدا من فاعله، إذ يقول في الصحيح يذكر ويروى، وفي الضعيف قال وروى، وهذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب، ماشي. وقال أي النووي: وقد اعتنى البخاري رحمه الله تعالى باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائهما حكمهما في صحيحه، فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم، مراعيا ما ذكرنا، وهذا مشعر بتحريه وورعه. وعلى هذا فيحمل قوله: ما أدخلت في الجامع إلا ما صح، أو مما سقت إسناده، والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم، انتهى كلامه النووي. كان النووي يؤيد القول اللي أنا بقوله، إن كل اللي في البخاري صحيح، خلاص، بناء على حتى ولو قال قيل، هذا قيل باعتبار عدم توفر شروط كمال الصحة، واضح. قيل هو ليس على شرط البخاري، كان بيقول لك اما يقول البخاري في معلق ويقول فيه قيل، يقول كأنه يقول يعبر عنك البخاري، يقول لك هذا ليس على شرطي، وانني لم اتبع فيه شروط الكمال التي اشترطتها في صحة الاحاديث من اللقية والأئمة الأكابر، ها، فأنا ده مش على شرطي بالنسبة للقية والأئمة الأكابر، ها، أو الغير مختلف فيهم، أو المختلف فيهم والراجح إن هما ثقات متقنين، خلاص، إلا أنه قد يكون صح عند غيري على قواعد غيري. شوف كلمة الإمام النووي إيه: وعلى هذا فيحمل قوله، قول البخاري، ما أدخلته في الجامع، أي في الجامع الصحيح، إلا ما صح، أي مما سقت إسناده، والله تعالى أعلم، انتهى كلامه، أي كلام الإمام النووي. وقد تبين مما فصلنا به الأقسام
وقد تبين مما فصلنا به أقسام تعاليقه أنه لا يفتقر إلى هذا الحمد، وأن جميع ما فيه صحيح باعتبار أنه كله مقبول، ليس فيه ما يرد مطلقا إلا النادر، فهذا حكم المرفوعات. يبقى الأحاديث المرفوعة المتصلة بالسند قد تبين مما فصلنا به الأقسام تعليقه أنه لا يفتقر إلى هذا الحمل، وأن جميع ما فيه صحيح باعتبار أنه كله مقبول، ليس فيه ما يرد مطلقا إلا النادر، فهذا حكم المرفوعات. وما يكون واحد كده عميق زي ما احنا قدرنا نتلمح شيء عن شأن البخاري في جمعه للصحيح وكيفية تحريه، فما كده يبقى ايه، لما ندرك هذا المعنى نعلم انه يكاد حتى اذا وجدنا حديث مشكل ان القول فيه قول البخاري، مش هنقول قول غيره بقى، واضح؟ واعتراضات درقتني زي ما مر المثال السابق، كان مثال عظيم اللي هو قال له لا ده الحديث ده ضعيف، ها، وانه ليس بذلك الاسناد ولم يروه الا فلان، ووجدنا ان الحديث رواه ها ابو داود الطيالسي باسناده صحيح متصل زي ما جابه البخاري، وسقط القول بتضعيفه، وده كان جهبز من جهابذة العلماء الذي قال ذلك. طيب هذا اما الموقوفات، الله، الموقوف هو من سقط منه هو ما كان منتهاه الصحابي او التابعي او ما لم يرفع، عكس الموقوف المرفوع، والمرفوع هو ما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه. طب الموقوف عكسه بقى اللي هو يبقى قول الصحابي او فعل الصحابي او صفه الصحابي او تقرير الصحابي او من هو دونه من التابعين، خلاص، من المقطوعات. واما الموقوفات فانه يجزم منها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه، ولا يجزم بما كان في اسناده ضعف او انقطاع الا حيث يكون منجبرا اما بمجيئه من وجه اخر، واما بشهرته عمن قاله، وانما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابه والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من الايات على طريق الاستئناس والتقويه لما يختاره من المذهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الائمه، فحينئذ ينبغي ان يقال جميع ما يورد فيه اما ان يكون مما ترجم به او مما ترجم له. فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الاحاديث الصحيحه المسنده، وهي التي ترجم لها، والمذكور بالعرض والتبع الاثار الموقوفه والاحاديث المعلقه، والايات المكرمه، فجميع ذلك مترجم به، الا انها اذا اعتبرت بعضها مع بعض واعتبرت ايضا بالنسبه الى الحديث فيكون بعضها مع بعض منها مفسر ومنها مفسر، فيكون بعضها كالمترجم له باعتبار، ولكن المقصود بالذات هو الاصل. فافهم هذا فانه مخلص حسن يندفع به اعتراض كثير عما أورده المؤلف من هذا القبيل، والله الموفق. وأما الموقوفات أي ما حذف آخر التي ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأقوال الصحابة وأفعالهم وفتاويهم وأقوال التابعين وما إلى ذلك، فإنه يجزم منها بما صح. الإمام البخاري يجزم فيها إيه؟ بما صح. بل قد يأتي بالموقوف ساعات يبقى معلق وموقوف، وقال أبو هريرة، ده معلق وموقوف، لأنه ها كلمة أما يجيب الصحابي بس، ها، وقال عثمان، يجيب صحابي بس، ده معلق وموقوف لأنه حذف الإسناد، فهو معلق من حيث حذف الإسناد بينه وبين الصحابي، وموقوف بأن الصحابي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة كذا، وقال قتادة، يبقى هو معلق وموقوف على قتادة، وقتادة من أئمة التفسير وقد اعتمده البخاري رضي الله تعالى عنه أرضاه، فلا قدح فيه، بعضهم قدح في قتادة لكن هو من الأئمة الأكابر. طيب ولو لم يكن على شرطه، طيب فإنه يجزم منها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه، ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف. ما هو البخاري له كتاب التاريخ الصغير والتاريخ الأوسط والتاريخ الكبير،
حكم فيها على الايه، على الرواة بالضعيف والمنكر والشاذ، وحكم ايضا بالصحيح والثقة، فموجود في التاريخ، فهو يروي عن كل خلاص. فاذا روى عن ولا يجزم بما كان في اسناده ضعف او انقطاع الا حيث يكون منجبرا، يعني ساعات ايه، شوف بقى مش على قواعد المحدثين، قواعد جميع المحدثين مش من اتى في اخر الزمان، ان لو كان الحديث فيه ضعف وفي راوي ضعيف خلاص، ما فيه ضعف يعني في راوي ضعيف خلاص، لكن مش مجروح. معنى ضعيف ايه؟ ان يقبل خفة ضبط الراوي، انه ايه، انحط عن مع عدالته خلاص. وقلنا العدالة ها والحفظ ها، وقلنا ان الصحيح يرويه تام الحفظ، كامل الحفظ ها، حفظا تاما. اما لو خف الحفظ ده رواية الحسن، لو خف عن كده كمان يبقى رواية الضعيف، اي لا يرقى في قوة حفظه الى رواية الحسن او الصحيح بانواع الحسن، حسن الزيادة او حسن الغير. طيب لو كان الحديث فيه ضعف والبخاري ها ممكن يقول له وقال فلان، والاسناد ده الى فلان فيه ضعف، او بين فلان وبين الراوي عنه وقال ابو هريرة، ونبحث في اسناد ابو هريرة نجد ان فيه ضعيف، لما بحثنا عن الموقوف على ابو هريرة ده وجدنا انه ضعيف كمثال يعني عشان للتوضيح، يبقى ده ايه، لما هو قال فيه البخاري وقال ابو هريرة يبقى قال لي هذا متقوي عندي بطرق اخرى وبما يقويه، ومتقوي عنه ايضا عندي بالاحاديث الصحيحة المتصلة الموجودة في الباب وبالايات وباقوال غيره، واضح؟ طيب ولا يجزم بما كان في اسناده ضعف او انقطاع الا هيجزم به لو ايه، حيث يكون منجبرا، في ضعف وانقطاع لكن منجبر ها، اما بمجيئه من وجه اخر خلاص، واما بشهرته عمن قاله، يعني يكفي الشهره هنا رضي الله عنه وارضاه. فالمشهور يعني ببحث اللي هي القصه بتاعت خميس ولبيس دي بتاعت طاووس عن وجدها في 1100 موضع او اكثر، 100 حاجه و70 موضع في كتب الحديث رواها، شوف بقى، ومشتهر عنه، وان ارض مما استدل به ان ايه، كانت اقوال معاذ مشهوره بين الصحابه والتابعين بين اهل بين اهل اليمن. فما يكون قول بيسمعه طاووس وهو ما شافش معاذ، ويسمعه من فلان وعلان وترتان انهم سمعوا معاذ، يبقى القول ده مشهور وثابت اهو، فلا يقدح فيه. مثال معاذ ده عجيب برضو ايضا، يبقى ايه، الا حيث يكون منجبرا، اما بمجيئه من وجه اخر، واما بشهرته عمن قاله، واما بورود ما يورد من الموقوفات من وانما فرع اخر، وانما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب، يعني جايب الأسانيد الصحيحة والمنتهية فيها الحكم، أصل المسألة أصل الحديث جاب، بس سبقوا بموقوفات وبآيات قرآنية وبتفاسير للصحابة. طب ما ده كل الآيات الموقوفات وتفاسير الصحابة كلها تتقوى ها بالاحاديث المسنده المتصله الصحيحه ها، وتكون دي على سبيل الاستئناس ها، يبقى في اصل اهو اللي هي الاحاديث المتصله الصحيحه، ويستأنس بالاقوال الاخرى كانه يريد ان يقول ليس انا الوحيد القائل بالفهم ده، بل يستأنس له بقول ابي هريره وفلان وتفسير علان ها من الايات وما الى ذلك. انما ايه، طيب، وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم بكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة، وأيضا بيورد الأحاديث الصحيحة المتصلة ماشي. فحينئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به، مما ترجم به أو مما ترجم له الله،
فحينئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورد أي الإمام البخاري فيه أي في الصحيح صحيح البخاري، إما أن يكون مما ترجم به، يقول باب كذا كتاب كذا، نفس العنوان اللي جه بعد كده ده ممكن يكون قول صحابي أو قول تابعي أو حديث، ماشي؟ يبقى إيه؟ إما أن يكون كل ما يورد فيه، إما أن يكون مما ترجم به أي عنوان للباب، أو مما يكون مما ترجم له، إن هو قال باب كذا وقال أبو هريرة، يبقى ترجم له بإيه؟ بالباب في الأول، ترجم به، يبقى هي الترجمة اللي بعد كلمة باب. ما ترجمة البخاري، تراجم البخاري أي ما كان بعد كلمة باب أو فصل أو كتاب، ترجم له يبقى سبق له ترجمة، ماشي؟ يعني مثلا باب فعل كذا وقال أبو هريرة كذا، وقال أبو هريرة ده ترجم له بإيه؟ بترجمة الباب الأولانية، ماشي؟ طيب، فالمقصود من هذا التصنيف بالذات أي البخاري هو الأحاديث الصحيحة المسندة، وهي التي ترجم لها اللي هي أصول الأبواب المتصل السند، يكون بقى يأتي بالتقوية والاستئناس بالترجمة أو في أو بترجم له أو ترجم به، ما فيش مشكلة. فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة، وهي التي ترجم لها، ها، والمذكور، ها، المذكور بقى من الترجم به أو ترجم له، ها، بالعرض، يبقى في أصل وهو الأحاديث المتصلة السندة، ها، والمقصود اللي هو المقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة، وهي التي ترجم لها، التي أتت بعد التراجم، وأيضا في ترتيبها أيضا، فأول حديث يتصدر الباب هو أقوى حديث في الباب وأعلاه، ماشي؟ والمذكور أي من التراجم والموقوفات والمعلقات، ها، بالعرض أي تبعا، بالعرض والتبع، والمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة، نعم، والآيات المكرمة أيضا، لأن الآيات خلاص ما فيهاش في ثبوتها، ما فيش اختلاف في ثبوتها، لكن الاختلاف في إيه؟ في مفهومها وتأويلها أو تفسيرها. نعم، والآيات المكرمة، فجميع ذلك مترجم به وليس هو المقصود، إلا أنها باعتبار أنها إيه؟ للاستئناس والتقوية، وأنها تبع، إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض، واعتبرت أيضا بالنسبة إلى الحديث المتصل المترجم له، ها، يكون بعضها مع بعض، منها مفسر ومنها مفسر، يعني قد يكون منها مفسر ومنها مفسر، قد يكون أتى بالمعلق ليفسر كلمة موجودة في الحديث الذي أتى فيه، وكونه كونه أصلا أتى بحديث أصل وفيه كلمة ملغزة، فيأتي بمفسر له في ترجمة الباب، في العنوان، في المترجم به، مثل الموقوفات والمعلقات، ها، أو تفاسير الصحابة لألفاظ الآيات وما إلى ذلك، فجميع ذلك مترجم به، إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض، واعتبرت أيضا بالنسبة إلى الحديث المتصل السند اللي هو الأصل، ها، اللي هو المقصود من الكتاب، يكون بعضها مع بعض، منها مفسر ومنها مفسر، قد يكون الحديث بيفسر الايه، بيفسر الموقوف او المعلق او الترجمه، وقد يكون العكس، ان المعلق او الترجمه بتفسر الحديث اللي هو اصل الباب، وده معنى ايه رواه البخاري في الاصل اللي هو الحديث المتصل السنه، فيكون بعضها كالمترجم له باعتبار، بعضها كالمترجم له باعتبار اللي هو الحديث المتصل مترجم له، خلاص، ولكن المقصود بالذات هو الأصل أي الحديث المتصل، فافهم هذا فإنه مخلص حسن يندفع به اعتراض كثير عما أورده المؤلف من هذا القبيل، والله الموفق. كثير من المعترضين يندفع بالقاعدة دي اللي قالها الحافظ ابن حجر على اعتراضات البخاري، لكن الناس جاهلة، لا عارفة الاعتراض، ولو عرف الاعتراض يفضل واقف كده ومش عارف يرد عليه. طب ما هو اهو دي جملة ذهبية كتبها الحافظ ابن حجر، ها، بتبين كيفية الرد على جميع الاعتراضات. يبقى على اعتراض مثلا حديث ان احنا معاه ده اللي حلو قوي ده اللي عجبني ده،
حديث ايه بتاع توني بقميص ولبيس فهو انفع لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ها اللي هو رواه قال فيه ايه، قال طاووس قال معاذ. طب ما هو ده معلق وقالوا ان طاووس ما رواش معاذ يعني ضعيف، حلو. طب بس جاب حديثين في الباب صحاح متصلين السند يدلون على نفس المعنى، فيبقى المعنى بتاع معلق معاذ اللي احنا هنقوله ضعيف متقوي بالحديثين المتصل السند الصحيحين، واضح؟ وهذا حين الشروع في سياق تعاليقه المرفوعة والإشارة إلى من وصلها، وأضفت إلى ذلك المتابعات لالتحاقها بها في الحكم، وقد بسطت ذلك جميعه في مصنف كبير، ده كلام الحافظ ابن حجر، سميته تغليق التعليق. هيشرح في تغليق التعليق، تغليق التعليق تغليق التعليق. ذكرت فيه جميع أحاديثه، ذكرت في تعليق تغليق التعليق جميع أحاديثه المرفوع، جميع أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة، وذكرت من وصلها بأسانيدي إلى المكان المعلق. جاب كل معلق وصلوا بإسناده هو، فجاء كتابا حافلا وجامعا كاملا لم يفرده أحد بالتصنيف، وقد صرح بذلك الحافظ أبو عبد الله بن رشيد في كتاب ترجمان التراجم، ترجمان تراجم البخاري، كتاب صنع بس في تراجم البخاري له، في كتاب ترجمان التراجم له، فقال وهو أي التعليق مفتقر إلى أن يصنف فيه كتاب يخصه تسند فيه تلك المعلقات وتبين درجتها من الصحة والحسن أو غير ذلك من الدرجات، وما علمت أحدا، ده كلام ابن رشيد، وما علمت أحدا تعرض للتصنيف في ذلك، وإنه لمهم لسيما لمن له عناية بكتاب البخاري أي الصحيح. وبعدين ابتدى يقول إيه المعلقات بقى، ويمر إيه ماشي كده في الترتيب بتاع البخاري، فمسك أول حاجة كتاب بدء الوحي، من بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، متابعة عبد الله بن يوسف عن الليث وصلها المؤلف في الأنبياء وفي التفسير، أول متابعة ها وصلها البخاري نفسه، وصل المتابعة دي في الأنبياء وفي التفسير. هو إيه المتابعة؟ قال تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد، ده أول إيه متابعة في البخاري. قال هذه المتابعة وصلها بالإسناد إلى عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد، وصلها الإمام البخاري في موضعين، وصلها المؤلف في الأنبياء وفي التفسير، كتاب الأنبياء وصل الحديث ده متصلا، وفي كتاب التفسير جابه بإسناد تاني غير الإسناد الذي ذكره في إيه الأنبياء. ومتابعة أبي صالح عنه وصلها يعقوب بن سفيان في تاريخه، يعقوب بن سفيان له كتاب اسمه التاريخ، تاريخ يعقوب بن سفيان، فهي متصلة بالإسناد هناك في يعقوب عند تاريخ يعقوب بن سفيان، وهكذا. وشرح في الكتاب كلما تعرض مشي على نسخ الكتاب تيجي متابعة يصلها، ها يصلها بجميع ما يمكن من الوصول سواء كان في البخاري أو في غير البخاري، تيجي معلق يوم جايب المعلق ويصله أيضا ويحكم عليه. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله في كتاب تدريب الراوي ما شرعنا فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى آخر كلامه في إيه؟ في الفائدة. قال فائدة، صفحة 54 اللي معاه النسخة بتاعة المنهاج قبل المسألة الخامسة، يعني بسطر بس المسألة سطرين قبل المسألة الخامسة. فإذا قال ابن الصلاح إذا تقرر حكم التعاليق المذكورة فقول البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، وقول الحافظ أبي نصر السجزي أجمع الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في البخاري صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه لم يحنث، قال والله العظيم كل ما في البخاري صحيح وكل ما في البخاري قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك انت ازاي ده في معلقات وفي ضعيفة، يقول لا ده ما حنث، بناء على ايه؟ الإمام البخاري وبعد التعليق
قال ما أدخلت في كتابي إلا كل ما إلا ما صح، ها، وتركت من الصحيح كثير كما ورد عنه. فده واحد حلف على امراته ان كل ما في البخاري صحيح تبقى طالق، لو ما كانش كل البخاري صحيح ما يبقاش حدث ولا يقع الطلاق. او باب التغليب بالمتفق عليه للعالم، او باب التغليق للجاهل وبيعتقد ان صحه البخاري زي ما العلماء قالوا الصح كتاب تحت قديم السماء ايه البخاري. طيب ولو حلف على هذه النيه، وبعدين خلي بالك الحلف على الظن جائز، خلاص، لم يحنث محمول على مقاصد الكتاب وموضوعه، خلاص، ومتون الأبواب المسندة دون التراجم ونحوها انتهى، ودون معلقات طبعا. وسيأتي في هذه المسألة مزيد كلام قريبا، ويأتي تحرير الكلام في حقيقة التعليق حيث ذكره المصنف عقب المعضل إن شاء الله تعالى. قال الخامسة، أي المسألة الخامسة في الصحيح. الصحيح أقسام، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرض به البخاري، ثم مسلم، ثم على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم مسلم، ثم صحيح عند غيرهما. الله 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 الله، شوف مدى إتقان العلماء وفهمهم للبخاري. ترتيب درجات الصحيح، كل ده شين 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 ماشي، هو المسألة كده انتهت في الفرع ده من متن الإمام النووي. وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته، المتفق على صحته، فمرادهم اتفاق الشيخين. ذكر الشيخ وذكر الشيخ أن ما رواياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعي حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتوه. ودي مسألة اللي هي إيه؟ ما المقطوع به وغير المقطوع به. فالأول نشوف إيه الأصح الصحيح إيه. طيب الحديث ينقسم إلى قسمين، متواتر وأحاد. والأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، مشهور وعزيز وغريب. لا أتكلم على جمهور المحدثين، والمستفيض هو المشهور عند الأحناف. أنت حنفي مش كده؟ تمام؟ أنت تدخل في الأحنفي؟ طيب درست يا حنفي ولا إيه؟ طيب الحديث ينقسم إلى متواتر، وهو ما يرويه جماعة حين عادة تواطؤهم على الكذب، 10 أسانيد على الأقل، كل إسناد مستقل لوحده، أو أكثر، ممكن 30 سند، 25 سند، 20 سند. أحد ما يرويه جماعة لا تحين العادة تواطؤهم على الكذب، الأقل من 10 أسانيد، ماشي. وخلي بالك أن 10 أسانيد دي 10 أسانيد مستقلة، بمعنى إيه؟ مفيش اشتراك بين الأسانيد دي، لأن قلنا لو أن الحكم لأقل عدد رجال في الطبقة الواحدة، رواه 100 عن 100 عن 100 عن 1 عن 100، يبقى العبرة هنا بأقل الطبقة اللي هي فيها واحد، يبقى الحديث ده غريب. الغريب ما يكون في أحد طبقاته واحد. طب والعزيز؟ يبقى أحد الطبقات فيها 2، ولو كان بقت الباقي مئات. طب والمشهور؟ من 3 لـ9، يبقى الحكم لأقل طبقة. والمتواتر 10 فما فوق في جميع الطبقات، ماشي. فده ايه المتواتر؟ يفيد العلم القطعي الضروري كالقرآن، خلاص، لا يحتاج الى البحث في الاسناد اذا ثبت ان تواتر هذا الحديث متواتر. والمتواترات لا تتجاوز 90 حديث، منهم من جمعهم 70 ومنهم من جمعهم 90. 3 كتب في الاحاديث المتواتره مشهوره، نظر المتناثر في الاحاديث في الحديث المتواتر، الازهار المتناثره في الاحاديث المتواتره، وحديث وايضا كتاب الشيخ الكتاني، ده واحد للسيوطي واحد للكتاني، يعني كتب موجوده 3 4 كتب جمعت الاحاديث المتواتره. والتواتر اما لفظي واما معنوي، ده يعني هياتي بعد كده التواتر ما حكمه. التواتر اللفظي ان لفظ معين متواتر، زي حديث ايه
من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الجزء ده رواه 70 27 صحابي او اكتر، فده تواتر لفظي. والتواتر المعنوي ان يتواتر معنى، ان يتواتر معنى معين زي معنى المسح على الخفين، بل مروي عن 70 صحابيا المسح على الخفين، لكن ايه المسح بس مش لفظ معين اللي متواتر. يعني تلاقي بقى احاديث المسح على الخفين كتير في الحضر وفي السفر وكيف يكون المسح وما الى ذلك. فده تقسيم الحديث من حيث القوه في الثبوت. المتواتر لا يبحث عنه ويفيد العلم القطعي. طيب وغير المتواتر اللي هو الاحاد ثلاث اقسام وتفيد العلم الظني، كما اعترض الامام النووي على القول بقطعيته، وده صح. اعتراض الامام النووي صحيح انه يفيد الغير متواتر، لا يفيد الا العلم الظني ولا يفيد العلم القطعي. هذا بالنسبه للثبوت، ثبوت الحديث. لكن في حاجه ثانيه، بعدما ثبت الحديث ولو كان صحيح احاد ممكن يكون قطعي وهو صحيح احاد في الدلاله على المعنى، يبقى ايه دلالته على المعنى قطعيه، مفيش اختلاف ان الحديث ده اجمعوا عليه ان ايه بالمعنى ده خلاص. وقد يكون دلالته ظنيه، ها يبقى ظن الثبوت ظن الدلاله. وقد يكون قطع الثبوت لكن في دلالته على الحكم والمعنى ظن، ماشي. وده الغالب في احكام الشريعه كده، ولذلك اختلف العلماء، ها ان هو ايه احاديث كتير جدا ولو متواتره 99% من الفاظ الوارده في القران والسنه تقريبا 99 ان لم يكن يعني اكثر من كده، ها كلها الفاظ ظنيه خلاص. فاللفظ في اللغه اما قطعي واما ظني. قطعي اي دلاله اللفظ على المعنى دلاله قطعيه، بمعنى انه لا يحتمل الا معنى واحد، كما يقول العلماء ان الايه الالفاظ ها قوالب للمعاني، فقد يكون في اللفظ ده معنى واحد يبقى ده لفظ قاطعي ملوش معنى تاني، وقد يكون اللفظ له كذا معنى داخل اللفظ الواحد، ها لفظ واحد لكن له كذا معنى، ماشي. زي القرء يطلق على الحلق ويطلق على الطهر في لغه العرب كده اصلا خلاص. وابتدى بقى يقول هو على سبيل الاشتراك ولا على سبيل الحقيقه والمجاز، لكن هذا القالب اللي هو كلمه القرء في معنيين مش معنى واحد. اذا لفظ كلمه قرء ده ظن في دلالته على الحكم رغم ان هي ايه قرانيه خلاص، ها ثلاثه قروء واضح هي ايه قرانيه، ففي ثبوتها قطعيه لكن دلالتها على المعنى ظن، لان في لغه العرب في القواميس القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطه، ويبتدي بقى كل واحد يدلي بدلائل اخرى وقرائن لترجح هل هو الطهر او الحيض، لكن الامر ظن. فاذا معظم الكلمات الوارده في الشريعه الشريفه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقبله كلام الله تعالى الغالب فيها انها ظنيه في دلالتها على المعنى. طيب الخامسه الصحيح اقسام، قلنا المتواتر وده قطع الثبوت، ها وبعدين متفاوته بحسب تمكنه من شروط الصحه. الله، من شروط الصحة وعدمه. بحسن تمكنه، نعم. وقرأناه؟ قلنا أعلاه، وقرأنا المتن لغاية لما دخلنا في المسألة اللي بعدها اللي هي مسألة قطعية الصحيح ولا ظنية. طيب. يبقى أول حاجة إن الصحيح ده يبقى المتواتر أصلاً ولو مش موجود في البخاري ومسلم. فده مفيش قطع فيه ولا هو مقطوع به، فلا لا يبحث عن اسناد. فلو ان واحدا من الجهله عثر على اسناد متواتر على حديث متواتر له اسناد موضوع، وهو ينظر للاسناد ويقول حديث موضوع، اقول له غلط، لان لا يبحث في المتواتر. يبقى عليك ايها الطالب الجاهل انك تبحث الاول في تحفظ الاحاديث المتواتره عشان ما تعترضش على الحديث المتواتر وتيجي تقول له ده ضعيف او اسناده، لا يبحث في اسناده. المتواتر لا يبحث في اسناده خلاص، لان قطعت الامه بقطعيه ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كثبوت القران، ها عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من علماء الحديث كانوا علماء قراءات، وكثير من علماء القراءات كانوا علماء حديث، فتلاقيه له في قراءه ها وله في الحديث ايضا. يبقى بحسب تمكن الشروط بتاعه الصحه. اما يروي الحافظ امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها يكون راوي للحديث ده زي ما يروي واحد حافظ مختلف عليه في الجرح وتعديله،
بعض العلماء ضعفوه. لا طبعا، رواه امير المؤمنين ده متمكن، الحديث ده فيه تمكن للشرط. ها، وهكذا بالنسبة ايه ما رواه، اتفق العلماء على توثيق الرجل ده وقالوا ده عدل ضابط، ده ثقة. والتاني اختلفوا فيه، الرواية الأوثق هيكون تمكن شروط الصحة فيه أكتر. ماشي، يبقى حسب قوة الحديث بحسب تمكن. ها، يبقى إيه الصحيح أقسام متفاوتة بحسب تمكنه، أي تمكن شروط من شروط الصحة فيه. ها، وعدمه، أي تمكن شروط الصحة في الحديث أو عدم تمكنها. أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم. يبقى بعد المتواتر لو وجدنا الاحاديث المتفق عليها البخاري ومسلم، دي اعلى الاحاديث في الصحه، ولا نظر لمن قدح فيها ولا اعترض او ناقش. يعني لو قلنا البخاري اخطا يبقى مسلم اخطا برضه، طب المسلم اخطا يبقى البخاري اخطا، هما الاثنين رووه. هو في اعلم في الامه من بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من البخاري ومسلم، خصوصا اذا اجتمع. ولذلك اهتم العلماء بجمع كثير في هذا، من قلنا الجمع بين الصحيحين. ها، وقلنا ايضا في كتاب ايضا بتاع الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي اللي هو ايه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وفي كتاب جمع وشرح في 5 مجلدات اللي هو الاحاديث المتفق عليها. لا ده واحد شرح بقى، ما اعرفش هل شرح الحميدي، لا مش شرح الحميدي، ده في واحد تاني عمل جمع بين البخاري ومسلم. ها، واتشرح في 5 مجلدات. انا عندي كتاب 5 مجلدات بس نسيت اسمه، عندي في البيت 5 مجلدات. لا 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 لا، ده واحد عليه شرح ابن الدايبع باين او حاجه زي كده، ابن الدايبع الشيباني او جمع وشرح. لا الثاني ده جمع على الابواب الكتب والابواب. طيب، اعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري. ووجه تاخره عما اتفق عليه اختلاف العلماء ايهما ارجح. ليه هم قالوا بعد كده البخاري؟ وجه تاخره عما اتفق عليه، اي وجه تاخير درجه القوه فيما انفرد به البخاري، أنه في القوة بعد ما اتفق عليه شيخان. وجه تأخره عما اتفق عليه اختلاف العلماء أيهما أرجح، ثم من فرض به مسلم. خلاص، طب لماذا عملوا كده؟ ما فيش اعتراف الأمة إن ما فيش حد أعلم البخاري ومسلم في الإيه في الحديث، فيكون ومتقنين جدا، خصوصا شرط البخاري باشتراط اللقية، ده انفرد به الشرط ده، وده شرط صعب. ها، ان كل واحد يكون لقي شيخه وهو يروي عنه. ان ما اتفق، كان عايزين نضرب كده مثال بقى، كمثال الرقمي لدرجات الحديث. ما اتفق عليه الشيخان ده درجة الصحة فيه بعد المتفق عليه قد تصل 99%، ده صحيح 99%. يعني كأن ما اتفق عليه شيخان من الأحاديث، ها، وخرجوهم هما الاثنين، يبقى نسبته من 99% ل 97 96 95% ما اتفق عليه شيخان. يعني أقصى حديث يكون مثلا رتبته نزلت، يبقى ده ثبوته في نسبته إنه صلى الله عليه وسلم نسبة 95% فيما اتفق عليه. طب ومن 95% ل 90 ما انفرد به البخاري. طب ومن مثلا برضو خدها بقى من مثلا من 90 ل 89 88 ما انفرد به مسلم، وبعدين من 88 ل 85 ها ما كان على شرطهما، وبعد كده برضو انزل درجتين كمان ودي شرط ما كان على شرط البخاري، ودرجتين ما كان على شرط مسلم، يعني قول له هتوصل ل 80. طب بقى الحفاظ الاكابر الجهابذه يؤتوا بعد كده، كان ما صححه الجهابذة من الحفاظ ولم يختلف عليه حتى في تصحيح، درجة الصحة بتاعته كام؟ 80 ل 85%، 80%. لكن كل ده ترتيب،
يعني الذي ليس الذي كان على شرط البخاري على شرط مسلم كما صححه الحافظ ابن خزيمة ابو اسحاق ابن خزيمة ماشي، او صححه احد الحفاظ اقل في الدرجه، ورغم الثاني ده على الشرط بس مش موجود في اصل الكتاب. تيجي بقى لغايه 75% يروي الحسن بقى، من 75 ل 65 رتبه الحسن، ها من 65 فادنى الضعيف، لان الضعيف له نصيب من نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم مع الترجح، الا ان هذا الترجح ضعيف، انه الضعيف ده حديث رواه ثقه، الا انه ضبطه واتقانه في الحفظ لم يصل الى درجه روايه الحسن، لكن هو من حيث العداله فهو عدل. فقلنا ايه ده، في احتياط كبير جدا ان يكون الرجل ده صادق، وايضا ليس مقدوحا في عدالته، ها، ولكن العلماء صنفوه حصل منه خطأ بنسبة 5 في الألف في الحديث، قالوا لا انت ما تنفعش، انت تنزل ايه لرتبة الضعيف. طب عشان كده بس الدرجة البسيطة؟ قال لك اه تبقى ضعيف. طب ما هو الضعيف ده يبقى نسبة هذا الحديث، عشان الراجل ده دين وثقة وعدل، الا انه خف الضبط بتاعه، نسبة ترجيح الحديث ده نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ان انا اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم 65%، وهكذا تختلف نسبة الضعف لغاية لما تصل الى 50%، 50% ضعيف. لكن بقى ايه ده اللي اختلط كتير، ها، او لكن ايه عاد ليس فاسقا، وفي شروط العدالة والدين دين. طيب من 50% بقى افتحت 50% يبقى فقد شرط العدالة، فقد شرط العدالة او ان يكون دينا، يبقى ايه انحضر ان النبي، ما يترجح عندي ان النبي ما قالوش 49%. فهل هساوي ال 49% ده اللي هو فيه فاسق او كذاب او فيه نوع كذب جرب عليه الكذب، دين وكل حاجه، لكن لما جرب عليه الكذب كده وجد انه ممكن يكذب في امور الدنيا، خلي بالك رغم ان هو عنده ايه تقوى، لكن ممكن يكذب في امور الدنيا، اسقطوه جعلوه شديد الضعف، قالوا لا ده في الحديث ده لا يبقى شديد الضعف، قد لا يتهم بفسق لكن جرب عليه الكذب، جرب عليه الكذب خلاص. شوف الامام البخاري كالمثال الاعلى، ذهب ليتلقى الحديث من احد الرجال، فوجد ان الرجل الناقه بتاعته نفرت منه وعايزه تمشي وتسيب، فوضع في كمه بعض الطعام فحتى تيجي تاكل الطعام يقوم ماسكها. طب ده بيتحايل على شيء مباح يمسك الدبه بتاعته، فرجع ولم يقبل منه الحديث. شوف مدى اتقان اللي بيتكلموا عن البخاري دول، وهم ما عرفوش ما شموش ريحته رضي الله عنه وارضاه. زي كان شيخنا المطيع عليه رحمه الله ودنيا يقول البخاري معجزه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزه، لانه يحفظ الضعيف والصحيح، ويحفظ يحفظ الغلط، بيحفظ الغلط، ها، وبعدين يرد الغلط للصحيح رضي الله عنه وارضاه. واحد يحفظ الغلط يا جدعان؟ ما هو القصه مشهوره، نعيدها تاني، قصه البخاري كيف امتحنوه في الحديث عشان يسلموا له انه امير المؤمنين في حديث صلى الله عليه وسلم. جابوا لما دخل بلد اسمها خيرتينك، ولا بلد اللي هي دخلها اللي فيها، ها، اللي امتحنوه فيها العشر اسئله، دخل فجابوا له حفاظ الحديث يجلسوا عنه، فقالوا عشان نمتحنه نجيب كل واحد من 10 من الحفاظ، كل واحد منهم يجيب 10 أحاديث ويركب اسناد الحديث ده على متن حديث تاني ويسأل البخاري عنه. فعملوا كده، جابوا كل الأول واحد قال إيه الحديث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وراح مركب على الاسناد ده حديث متن تاني، فالبخاري قال لا أعرفه لأنه مش موجود بالاسناد ده. فعمل في العشر أحاديث كده لا أعرفه 10، جت تاني قال له 10 تانيين لا أعرفه، 100 حديث قال لا أعرفه. العوام هيقول إيه؟ ده جاهل بحديث صلى الله عليه وسلم، إزاي عايزين ده؟ فاهم؟ بعد ما قال انتهيتم؟ قالوا له نعم. قال الأول أما أنت فحديثك الأول الذي رويته بالإسناد الفلان، جاب حفظ الغلط أهو، وجاب الإسناد الغلط مع المتن، فيستقيم بالإسناد الفلاني، وجابه بالإسناد مع الصحيح بتاعه ورده. وقعد يعمل كده الحديث الاول الثاني لغايه لما خلص العشرة بتاع الاولاني، وجاب العشرة بتاع الثاني بنفس ترتيبه لغايه لما انتهى من 100 حديث، فسلموا له واذعنوا له ايه بالامامه
في حديث رسول الله. ها؟ كرامة. ده معجزة. ها؟ أبو هريرة كان نفس الشيء. آه لا أبو هريرة ده بركة، حاجة تانية برضه. أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه حاجة تانية، دي كرامة، دي معجزة سيدنا صلى الله عليه وسلم برضه. أبو هريرة كان معجزة سيدنا صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يا رسول الله إني لا أحفظ، يتفلت مني الحبر، قال له ابسط رداءك، فبسط رداءه فتفل فيه، فقال ثم ضمه فضم الرداء فأصبح لا ينسى شيئا قط. دي ده الرسول صلى الله عليه وسلم عمل فيه كده، معجزة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فرتبنا إحنا ثم مسلم ثم صحيح على شرطهما، أنزل في الدرجة، في درجة الثبوت، ولم يخرجه واحد منهما. ثم صحيح على شرطهما ولم يخرجه واحد منهما. طيب زي إيه بقى صحيح شرطهما؟ هو ما قال فيه أصحاب المستدرك، الحاكم صاحب المستدرك، أنه روى حديث وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وأقره العلماء على أنه صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. يبقى دي الدرجة اللي بعد إيه؟ بعد ما رواه مسلم، بعد ما رواه انفرد به مسلم. ووجه تأخره اللي هو صحيح على شرطهما عما أخرجاه أحدهما تلقي الأمة بالقبول له، طبعا ثم صحيح ووجه تأخره اللي هو ما كان على شرطهما متأخر عما رواه مسلم ليه؟ بينما اللي على شرطهما ده فيه شرط البخاري ومسلم. قال لك لا، بس ما أخرجوش، ما أخرجوش حد منهم من الاثنين، ولذلك قال إيه؟ على شرطهما ولم يخرجه واحد منهما، فيبقى أنزل في الدرجة مش زي اللي مذكور في البخاري ومسلم، أقل من مسلم لوحده، أقل من مسلم لوحده. ووجه تأخره عما أخرجه أحدهما اللي هو على شرطهما تلقي الأمة بالقبول لما أخرجه الشيخان، لكن ده ما فيش تلقي بالقبول لأن ده على الشرط بس، مش مذكور في البخاري ومسلم. رايح مفهوم المعنى؟ طيب. ثم صحيح على شرط البخاري، ثم صحيح على شرط مسلم، ثم صحيح عند غيرهما مستوفا فيه الشروط السابقة، لا الشروط الخمسة بتاعت الصحة. ده تعليق الدكتور. تنبيهات: الأول أورد على هذا أقسام، نقف عند التنبيهات. الحمد لله رب العالمين. في رغانة كده، إيه الفرق بين الشرط والإخراج؟ والإيه؟ شرط مسلم أو أخرجه مسلم، إيه الفرق بين الشرط؟ أخرجه مسلم يبقى ذكره صحيح. الشرط إنه يكون فيه الشروط التي اشترطها مسلم، ها، في فيما هو حديث صحيح، ولكن وجدت في غيره في حديث لم يخرجه. شروط مسلم نفسه، ما هو العلماء عملوا إيه؟ شروط الأئمة الستة، زي الحازمي قال شروط الأئمة الستة وجاب شروط مسلم، فشروط مسلم قد يتوافر حديث فيه شروط مسلم لكن ما ذكروش مسلم في الصحيح، يبقى إيه على شرطه هو. طب وليه ما ذكروش؟ الله أكبر. الله سؤالك.